الاتحاد الملكي أيضا للفروسية الذي واصل نشاطاته هذا العام وقام بكل البطولات الممكنة ضمن الظروف التي يعلمها الجميع، ظروف فيروس كورونا. صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين تابعت دائما وكعادتها بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول، بطولات القفز، بطولات القدرة والتحمل، وبالتالي نشاط متواصل كان هذا العام للاتحاد الملكي الأردني للفروسية على الرغم من صعوبة مثل هذه الرياضات التي هنالك يكون فيها الجانب الإنساني وكذلك الطرف الآخر وهو من الحيوان، وبالتالي صعوبة إقامة هذه النشاطات، ولكن بفضل الله تمت النشاطات بمختلف أنواعها، القفز، القدرة والتحمل، السباقات، وكذلك جمال الخيول كما نتابع.